ينضم إلي من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري. أحمد، يعني يبدو أن محاولات نتنياهو لإعاقة تشكيل حكومة خصومه السياسيين مستمرة ولا تنتهي حتى بالساعات الأخيرة. ضعنا بصورة التفاصيل والتطورات لديك. طبعا احسنت، يعني هذا جزء من المخاض، هنالك ولاده جديده، هنالك ازعاج، هنالك ضوضاء، هنالك افتعال للمشاكل، افتعال للازمات. بلا شك الامر ليس باليسير ولم ينتهي بعد، بقي 7 ساعات وذلك لانتهاء التفويض، وبعد ذلك سوف تدخل اسرائيل في موجه مره اخرى في انتخابات خامسه. بنيامين نتنياهو قد يعود الى الحياه السياسيه بكل قوه، وبالتالي هو يمارس كل الضغوط سواء على المستوى الداخلي او المستوى الخارجي. الان هم بصدد ان يتم الان، يعني بينما نحن نتحدث هم يصيغون ذاك الاتفاق النهائي في اطار ان يكون هنالك ائتلاف حكومي. هنالك بعض المعضلات الصغيره ولكنها يمكن ان تكون كبيره فجاه وتؤدي الى انهيار كل شيء. شكيد، ايالت شكيد هي من حزب يمينة، وميراف ميخائيلي وهي من حزب العمل. كلتا السيدتين هن يعني يحاولن ان يكون لاحداهن مقعد في تعيين القضاء في إسرائيل، وهي قضية أساسية، هي قضية خطيرة جدا في إسرائيل. من الذي يعين القضاء في دولة يعني شفافية وما إلى ذلك؟ هذا الخلاف بين ميخائيلي وبين إيالت شكيد يكاد يكون الخلاف الأكبر لغاية الآن الذي يعطل أن يكون هنالك توقيع للاتفاق. موضوع الوزارات وكيف سوف يتم توزيع الحقائب الوزارية، هذا تم الانتهاء منه. موضوع التفاعلات السياسية على المستوى الفلسطيني على سبيل المثال متروكة، لم يتم الحديث وتوقيع أي شيء يتعلق في صفقة الأسرى، قطاع غزة، الانسحاب من مناطق في الضفة الغربية، موضوع الاستيطان في الضفة الغربية، هذا كله ترك للمرحلة القادمة أي لما بعد تشكيل الائتلاف الحكومي. المهم عندهم الآن أن يتم الإطاحة ببنيامين نتنياهو، بعدها يمكن أن يأتي كل طرف بما يريد تقديمه. هذه حكومة غير متجانسة، هناك اختلافات كبيرة فيها بين يمين ويسار ووسط، ولكن فيها شيء واحد لربما يكون متميز وهي أنها حكومة علمانية. هذه ليست حكومة متدينين كما جرت العادة منذ عشرات السنين بأنه دائما هنالك حزب شاس أو حزب يهودات التراء الديني. هذه حكومة لأول مرة منذ سنوات ومنذ حزب العمل حقيقة بأن يكون هنالك حكومة للعلمانيين، وبالتالي هذا سوف يفتح الباب خلال الأشهر القادمة للإشكالية التي سوف تعود، وهي إشكالية تجنيد اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي. بغض النظر ما الذي سوف يحدث، الليلة الساعة 12 سوف ينتهي الميقات، بعد ذلك إما أن يكون هنالك تفويض الكنيسة الإسرائيلي أو الدعوة لانتخابات خامسة، ولكن عمليا انهيار لهذه المحاولات. يقولون في معسكر لابيد بأن الأمور إيجابية لغاية الآن، نحن بحاجة لبضعة ساعات. شكرا جزيلا لك من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري.